علاش المغاربه يوم على يوم التفكير ديالهم كيميل للثقافه الامريكي على الثقافه الاوروبي وسيرتو الفرنسي؟ شوف الرفض ديال الفيزا، علاش هناك شكوك واقعيه او معقوله انك ما ترجعش؟ دخلنا عليكم بالله، علاش علاش؟ واش ما فهمتش؟ واش قريتو ولا ما فهمتش؟ رفض رفضوا لي الفيزا بكل تواضع، علما انه انا باسبور اللي عطيتو فيه شبعان فيزات، الباسبور اللي عطيتو ديال اوروبا كان فيه فيزا ديال اوروبا، علاش ما وفيه فيزا امريكان فيه 10 سنين زعما صراحه الخدمه، اما والله ما ندفع ليها، ولكن الخدمه عندي خدمه وما خصني نمشي ليها وتعنكيش. ما فهمتش علاش كيعنكشوا الناس بحال ما كيعنكشوا الناس فابور وتكرهوا المغاربه فابور فابور، عاود من الاول دفع وكيديو بزاف فلوس ودابا فلوس اللي مشاو. شنو الحل في هذا المشكل؟ شنو الحل؟